إلى ليبيا. انهيار سدي درنا جراء إعصار دانيال أعاد تسليط الأنظار على السدين اللذين كان من المفترض أن يحميا المدينة من الفيضان. بالوثائق، سوء الإدارة والفساد كانا من أهم العوامل التي فاقمت كارثة فيضانات درنا في ليبيا، حسب ما نقل عن تقارير من ديوان المحاسبة الليبي ومقابلات مع مسؤولين ليبيين ومقاولين أجانب جرى تعيينهم لإصلاح مشاكل في هيكل السدين اللذين دمرا. لكن دعونا نتعرف سريعا على تاريخ سدي درنا، وهما كانا جزءا من خطط التطوير الاقتصادي ايام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. فكرة بناء السد قديمة تعود لعام 1959، عندما تعرضت درنا لفيضان كبير قادم من الوادي الذي يشق المدينة في طريقه الى البحر. لاحقا اوصت الدراسات الهندسية الخاصة ببناء سدين في مكانين متباعدين بوادي درنا الذي يمتد لستين كيلومترا جنوب المدينة لاحتجاز كميات السيول الهائلة المتوقعة. وبعد أعوام وتحديدا في عام 1978 بني السدان عن طريق شركة يوغزلافية. السدان أصبحا أثرا بعد عين. انهار السد الأول وهو سد أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنا لتتدفق منه المياه التي اجتاحت السد الثاني وهو سد البلاد والذي يقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة. قبل كارثة درنا الأخيرة كان السدان محل اهتمام دولي، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية عن ليبيا عام 2003. آنذاك عينت شركة سويسرية السدين في درنا وقالت إن هيكلهما يواجهان ضغطا لتوصي بضرورة ترميمهما، إضافة لبناء سد ثالث لتخفيف الضغط عليهما. الشركة هي جرونر ستاكي التي يديرها المهندس السويسري ميغيل ستاكي والذي كان يقدم المشورة لحكومة القذافي حتى 2008. هذا المهندس نجا من الاعتقال في ليبيا بعدما اعتقلت السلطات السويسرية هانيبال نجل القذافي بتهمة الاعتداء على خادمتين، إلا أن ليبيا صادرت أعمال الشركة. التركيز أيضا كان على ضرورة القيام بعمليات صيانة لسدي درنا، كان نتيجة توصلت لها شركتان أخريان. قبل سقوط نظام القذافي تم استدعاء شركة إيطالية لتقديم تقييم آخر، وخلصت مرة أخرى إلى أن هيكل السدين بحاجة إلى تعزيز ودعم. وفي عام 2011 بدأت شركة تركية بالعمل على المشروع، إلا أن الأوضاع الأمنية حينها أوقفت العمل في ترميم السدين. الحديث بعدها انتقل خلال الأعوام الماضية لمسألة اختفاء الأموال التي تم رصدها لفائدة السدين. تقرير صادر قبل عامين من ديوان المحاسبة والرقابة الليبية انتقد وزارة الموارد المائية لعدم تنفيذ مشاريع صرفت لها مخصصات مالية كبيرة، منها صيانة سدي وادي درنا. وأشار تقرير الديوان لعام 2021 إلى أن الأموال المهيئة لتنفيذ مشروع الصيانة بالسدين لا يعرف مصيرها حتى اليوم، مع عدم تنفيذ المشروع ولو بشكل جزئي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.